احداث سجيه سيدي يوسف اللي تخلط فيها الدم التونسي والدم الجزيري اشكون وراها وراها الحفناوي وقت اللي قال الحفناوي نمشي للعراق هو وصل للعراق والعراق طاحت اشكون وراء سقوط العراق الحفناوي حرب لندوشين وراها الحفناوي الحفناوي راهو كارثه راهو كارثه يلزمنا نتخلصوا منها يلزمنا السلام عليكم كيف حالك طال عمرك استوفيق معاك سلمنا بالخشم طال عمرك احنا نسلموا باليد خويا شلونك نعم شلونك ازرق سلام هلا بالغالي يعطيك العافيه تحرق لك حوايجك العافيه لا يا شيخ عافيه حقتنا مو حقتكم حقك الصح اي نشبسوا ها باش نصحوا الكونترات توا قدامكم خويا على الظالين مين ما تقصر ما تقصر استوفر خاطر بيك ما نجمش صح ما نجمش صحة ندخل لداخل شنو ما نجمش صح ندخل لداخل ندخل ايش هالحكي يا جماعة دقيقة دقيقة انا جاي رح نبقى ناطرين كثير لحظة انا جايين يا وسام مذبوح ممدوح ممدوح لحظة يا لحظة يا عبد الله رويشد لحظة انا جاي توقع ولا ما راح توقع شعلومة من حلومة هلا هكا معناها توفيق فهمني استوفيق يا دش باش نفهم كنت راه مليارات هذاك تقول لي استوفيق الحفناوي اخوك حفناوي شكون الحفناوي اخوك حفناوي خوي حطوا بالسيناتور استوفيق شكون الحفناوي ممدوح اخوك خويا اي فهمتني شكون الحفناوي ممدوح اخوك اخو شكون الحفناوي الجلف حفناوي صحيح سيد سارقني في الشانتي وتقول لي خوك يا استوفيق هاهم سكتوا اعطيهم ضريبة شهبلوني انا ذوم تعال شبعك حب بلا وحلى كلبه وش باش نعمل له هو مجدود هو يا استوفيق ما تنجم تعمل شيء راهو عندك دوبل سينياتور توصيه الوالد هذي باش نقعدوا كل نهار مرين خارجين على الحبس يا خويا نعملوا اسقاط ما نعملوش اسقاط نحبوا يخزز انا في الحبس سرقني راه وانا مشي له انت غادي هز له الاوراق وصححهم غادي هم سكتوا مرجانا مرجانا مانيش حافظ برشا خليجي باش قالب قالب وين وين علي يا يومي استوفيق تو انا نمشي له غاد كي كي كس علي وقول لي هربت وينزل علي تو انا نجم نستعملها العنفة ما نحبش نطيح مستواي وش حل هذا وش حل يلزمنا حل ونرتاحوا الناس الكل عندي الحل انا ممدوح شنو هي الحل استوفيق الحفناوي باش نشدوا من اليد اللي توجعه حفناوي حفناوي الو جو اش بيك جو مازالك الرحله اش بين جو مع التحقيق تحقيق اي مربش يقول لي امراه الحفناوي مظلوم قوم قولها وحدك جو